تلاقي ان مصر بتستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان يوم الخميس الجاي الموافق 13 يوليو 2023 ان شاء الله. طيب ايه اللي هيتم في المؤتمر؟ هيبان الدول المدعوة مفهوم انها دول جوار السوداني. الهدف الرئيسي انه احنا كنا بنقول السودان خلاص ماشي في خطوات جيدة وما الى ذلك حصلت الازمة وحصل هذا او حدث هذا الصراع المسلح. تحصل هدنة ما بتكتملش، طرف يعلن الهدنة، طرف اخر لا يقرر ان يلتزم او يقرر ان لا يلتزم بالهدنة. بيتدخل وسطاء كتير. دايما احنا نظرتنا في مصر لمشاكل المنطقة انه احنا عايزين قدر الإمكان نحافظ على استقرار المنطقة ولكن من عواصم المنطقة. يعني معنا على التليفون سيادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، خير من يحدثنا في هذا الموضوع. أهلا بحضرتك سيادة السفير. أهلا بحضرتكم السادة المشاهدين. زي الصحة سيادة السفير. أهمية انعقاد قمة دول الجوار اللي بتستضيفها مصر بإذن الله يوم الخميس اللي جاي وخصوصا في هذا التوقيت. لا شك أن هذا التوقيت في غاية الأهمية، حيث أن الصراع الدائر حاليا بين طرفي المكون العسكري، وثم نشوب صراع آخر في بعض الأطراف وخاصة في منطقة في إقليم دارفور، يدفع جميع القوى الإقليمية والدولية وخاصة دول الجوار إلى التحرك لمواجهة هذا الخطر الدائم الذي قد ينتهي بحالة من الفوضى وربما ينعكس بالتالي على وحدة السودان وسلامة أراضيه الإقليمية، وينعكس أيضا على دول الجوار من حيث الأمن والاستقرار. وبالتالي هذا التحرك من جانب مصر ودعواتها إلى قمة لدول الجوار، باعتبار أن دول الجوار هي الدول الأكثر حرصا واهتماما والمحافظة على وحدة السودان وسلامة أراضيه والتوصل إلى تسوية للأوضاع السودانية، وفي نفس الوقت هي الأكثر تضررا من أي أحداث سلبية قد تؤدي إلى نوع من عدم الاستقرار، يؤثر ليس فقط على منطقة الجوار دول الجوار وإنما أيضا على منطقة البحر الأحمر ومنطقة الساحل. من هنا تبدأ أهمية الدعوة لمثل هذا المؤتمر، خاصة أن المبادرات التي سبقت هذا التحرك لم تؤتي بالنتائج المرجوة أو المنشودة، وبالتالي سيكون هناك أعتقد فرصة للبناء على ما تحقق بشكل إيجابي من مبادرات سابقة وتلافي السلبيات التي أدت إلى عدم أو تعثر هذه المبادرات، وبالتالي أعتقد أن ستكون هناك رؤية ومقاربة جديدة في هذه القمة من شأنها تناول المسارات الثلاث الخاصة بالأزمة السودانية، وهي المسار الإنساني والمسار العسكري والمسار السياسي. لا شك أن تناول هذه المسارات بقدر من الشمولية تشارك فيها كافة القوى والأحزاب وأطياف المجتمع المدني السوداني، وتشارك فيها أيضا بدعوة من جانب مصر لكافة الآليات المشاركة سواء آلية المنظمات المرتبطة بالاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والإيجاد، وتنضم إليهم تقدير الجماعة العربية كمنظمة، وأيضا مشاركة آلية الدول التي تضم الآلية الرباعية ومن الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا بريطانيا والإمارات والسعودية، وأعتقد أن مصر ستكون من بين هذه المجموعة بالإضافة إلى دول الجوار والمقصود بها طبعا مصر وأثيوبيا وجنوب السودان وأريتريا فضلا عن ليبيا وربما أفريقيا الوسطى. طيب معالي السفير، أنه يعني هذا النوع من عندما يحدث مثل هذه الأنواع من الصراعات المسلحة داخل الدول في بعض الأحيان بيكون لدول كثيرة مش بشريطة أنها تكون بدول الجوار لها مصالح مع طرف دون الطرف الآخر، ترجح هذه الكفة دون عن تلك الكفة فيجي أو كفة. السؤال هنا، هل تعتقد أنه دول الجوار ودول الإقليم مستعدة لبذل جهد حقيقي وفاعل وملموس لأنه يتم تهدئة هذا الصراع والانتهاء من هذه الأزمة؟ وإذا الأمر كذلك، هل نتوقع انتهاء الأزمة في قريب ما؟ يعني انتهاء الأزمة في قريب ما ليس بالضرورة، وإنما أعتقد ستأخذ بعض الوقت، لكن في تقدير النقطة الجوهرية في هذه الدعوة أعتقد أنها ستستند على تواجد
المجتمع المدني السوداني بكافة أطيافه وأحزابه السياسية، وأن تكون ويكون وجوده شاملا لكافة هذه الأحزاب. مادة الشمولية هنا مطلوب وأساسي، لأن كافة المبادرات السابقة لم تأخذ هذا في الاعتبار، وإنما كانت مبادرات تتولاها الآليات سواء الإقليمية أو الدولية، ممثلة في الآلية الثلاثية أو الآلية الرباعية. العنصر الفاعل والمحوري هو التواجد بشكل أو بآخر ممثل الشعب السوداني بكافة طوائفه وحزابه ومكوناته، المجتمع المدني. في نفس الوقت هناك توافق مسبق على أن الجيش أو القوى المؤسسة العسكرية بمكوناتها المختلفة ستنأى بنفسها عن المشاركة في العملية السياسية. هناك أيضا توافق مسبق ومعروف ومصرح به على وقبول شعبي بأن يكون الدعم السريع، وكافة الميليشيات الأخرى تكون يتم حلها أو دمجها. وفي نفس الوقت يتم هناك معالجة لمؤسسة القوات المسلحة من ناحية التحديث والتطوير على النحو الذي تصبح فيه المؤسسة العسكرية هي المؤسسة التي يمكن الاعتماد عليها كمحور فيما يتعلق بالجانب العسكري. أما الجانب المدني فهو الذي سيتولى عملية المحاور الثلاثة أو المسارات الثلاثة، سواء كانت السياسية أو العسكرية أو لوقف الصراع المسلح هذا مقصوده أو الجانب السياسي. صحيح. أنا بشكر جدا سيادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية.